الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 19 من الكتاب 37، كتاب الأشربة، باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام، واستحباب إذن صاحب الطعام للتابع. يعني فرض أن هناك شخص دعاك إلى طعام، فأنت ذاهب إلى هذا الشخص، صار معك إنسان آخر غير مدعو، فماذا تفعل؟ أولا تخبره أنك مدعو ولم تذكر معي، فأنا قد أتحرج من وجودك معي، وهنا يستحب له أن ينصرف. افرض انه ما انصرفش، ولا لا ما تقلقش، هو يعرفني مش هيتضايق، لا تقلق انت ازاي، على امري لله، مش هتخانق معه ولا حاجه، هاخده معايا ونروح، وعندما نصل نستأذن بقى، نقول والله دعوتني ولكن جاء معي فلان، اتأذن له قبل ان ادخل على الباب؟ يستحب له ان يأذن لصاحب الطعام حتى لا يكسر خاطره، ولكن له ألا يأذن، لأن قد يكون الطعام قليل وقد يكون المكان غير مجهز لأنه يعني يدخل فيه هذه الأعداد مثلا، لأنه ممكن يلحقك مش واحد بقى، يبقى معك 10 20، فهمت إزاي؟ فقد يكون المكان غير معد، فله أن يأذن ويعتذر لا بأس، فهمت؟ بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 29 بعد 400 و5000، قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة وتقاربا في اللفظ، قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار يقال له أبو شعيب، وكان له غلام لحام، لحام يعني بيبيع لحمة، لحام احنا عندنا مثلا في المصريين وقت لحام يعني بيلحم، بيلحم الحديد نقول عليه لحام، وبتاع اللحمة نقول عليه جزار في اللغة الحديثة بتاعتنا، ها؟ وهناك في الحجاز يقولوا على بتاع اللحمة ايه؟ ها؟ لا لا ليه اسم تاني كده، مرة انا شفت لحام برضو لحام كده، طيب واظن اليوم لفظ تاني بس انا ناسيه دلوقتي، يبقى لحام هنا بقى لحم كويس. وكان له غلام لحام، فراى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف في وجهه الجوع، يبقى ابو شعيب ده شاف النبي صلى الله عليه وسلم وجهه شاحب، يعني في اثر انه لم ياكل طعام منذ مده طويله، راى، لأن لا يظهر أثر الجوع على الوجه إلا إذا امتنع الإنسان عن الطعام مدة طويلة. فعرف في وجهه الجوع، فقال لغلامه: ويحك، اصنع لنا طعاما لخمسة نفر، فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامسة خمسة. قال فصنع، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه خامسة خمسة، واتبعهم رجل أو ست. فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا اتبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال: لا بل آذن له يا رسول الله. يبقى الاستحباب أنه يأذن له، ومستحب المدعو أن يبلغه أنه جاء دون دعوة. وعن أبي قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية حاء قال: وحدثناه نصر بن علي الجهضمي وأبو سعيد الأشج قال: حدثنا أبو أسامة حاء قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ
قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة ها قال وحدثني عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان كلهم عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود رضي الله عنه بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنحو حديث جرير. قال نصر بن علي في روايته لهذا الحديث حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق بن سلمة قال حدثنا أبو مسعود الأنصاري وساق الحديث. افتكرت يسموها ملحمة، يقول لك ملحمة أبو فلان اللي هو ايه الجزار يعني. هناك انا شفت كلمة ملحمة دي مكتوبة هناك على محلات جزارة في مكة وفي المدينة، يقول لك ملحمة فلان. احنا عندنا الملحمة المعركة والمقتلة، لكن هم عندهم الملحمة اللي هو ايه اكل اللحم، فكلها يعني مكان اللحم يعني. ملحمة يعني مفعلة يعني مكان ايه اللحم، وهي اسم ايضا من اسماء الحرب، واخد بالك ازاي؟ يسموها برضو ملحمة لانها بتلتحم فيها اجساد المقاتلين ويقتل من يقتل ويجرح من يجرح. فلغة العرب يعني جميلة يعني فيها معاني كثيرة تاخد بالك. وعنه به قال وحدثني محمد بن عمرو بن جبلة ابن أبي رواد قال حدثنا أبو الجواد قال حدثنا عمار وهو ابن رزيق عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر حاء قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بهذا الحديث. وعنه به قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن جارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارسيا كان طيب المرق، يعني إيه شاطر في شرب في صنع في صناعة الشوربة، يعني طيب المرق يعني خبير في الشوربة، واخد بالك؟ وكان فارسي يعني كانش أصله عربي لكن سكن إيه الحجاز. كان طيب المرق فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءه يدعوه فقال وهذه لعائشة. لما جاء يدعو النبي فالنبي بيقول له أخد معي عائشة كويس، فقال لا، لأنه يبدو أنه ما عندوش مكان مناسب أنه يجلس مع النبي والحريم في مكان واحد، يبدو أن المكان مش مناسب. والنبي صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت يبدو أنه هو كان يعلم ان ستنا عائشه لم تطعم طعام منذ مده برضه، لان النبي كان كثير الصدقه، فاحيانا من كثره الصدقات يكون ليس في بيته طعام. فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد انه طالما يكرم بشيء ياخذ معاه ستنا عائشه ايه من باب حسن العشره حتى لا يستاثر هو بكرم دونها وهي محتاجه لهذا الاكرام. فقال لا، فقال رسول صلى الله عليه وسلم لا، يبقى اذا انا مش محتاج ان انا اروح جزاك الله، لانه يعني لان الدعوه ان لم تكن وليمه عرس فهي مستحبه الاجابه وليست واجبه، مش كده برضه؟ احنا قلنا كده زمان لو تفتكر ان وليمه العرس هي اللي واجبه بس، انما غير كده لك ان تجيب ولك ان لا تجيب براحتك، وفي بعض الاحوال يكره ان تجيب وفي بعض الاحوال يحرم ان تجيب، إذا كنت عارف إن رزقه حرام أو بيشربوا خمور أو الحاجات دي، التفاصيل دي إحنا كنا قرأناها قبل كده وقلناها. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال له والله أنا هضطر إن أنا آخد معايا عائشة. قال له لا بس الظاهر مفيش مكان، أو يمكن أنا أعمل لك طبق واحد على قدك، احتمال يعني، الله أعلم يعني السبب. قال لي لا، ربما إنه شايف إنه الطعام اللي عامله أو المرق اللي عنده اللي جاهز لا يكفي إلا الواحد بس. فالرسول صلى الله عليه وسلم طالما الدعوة يعني على سبيل الاستحباب فله أن يتركها، فهمت إزاي؟ فلما الرجل قال له لا يعني لا تصحب عائشة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إذن لا، يعني أنا كمان مش جاي، جزاك الله خير شكرا، فهم؟ فعاد يدعو بعد شوية. إيه هو عامل بقى الطبق نفسه النبي يشرب، فقام للرسول صلى الله عليه وسلم قال له إيه كرر الدعوة تاني. فعاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه برضه، قال لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا، يبقى اذا لا برضه. ثم عاد يدعوه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه؟ قال نعم. خلاص بقى هو عايز النبي يجي وخلاص، بقى دام النبي مش هيجي الا بعيشة، طب هاتها بقى معاك، واخد بالك؟ فقاما يتدافعان حتى اتيا منزله، يعني يتدافعان يعني ايه؟ ماشيين جنب بعضهم يعني. وده من باب حسن عشرة النبي مع زوجاته صلى الله عليه واله وسلم، حتى نتعلم حسن العشرة. باب جواز استتباعه غيره الى دار من يثق برضاه بذلك ويتحققه تحققا تاما، واستحباب الاجتماع على الطعام. لو انا رايح ازور واحد من حقي او لي جائز شرعا ان انا اصحب معي من اعلم ان صاحب هذه الدار اللي انا ذاهب اليها يفرح بمجيئي معه، اذا كان عندي علم انه يفرح ان انا هجيبه ليا ان انا استتبعه معي، فهمت ازاي؟ طالما انا متاكد ان هو بينهم صداقه او موده او شيء من هذا، فهمت؟ واستحباب الاجتماع على الطعام، لان كلما كان الطعام فيه اجتماع كلما كانت فيه بركه، لان كل مسلم في حد ذاته كده حواليه هاله من البركه، فكلما اجتمع المسلمون زادت البركه، فهمت بقى؟ ولعلمك ان البركات اللي نازله على من السماء الى الارض ولا تنبت للارض من بركه الا لوجود المسلمين. لعلمك دي اعرف دي كويس، لولا امه النبي موجوده في هذه الارض لقامت القيامه. وعشان كده لما ربنا يريد انه يقيم القيامه هيعمل ايه؟ هيقبض نفوس كل المؤمنين. وبعد كده تقوم بقى القيامه على شويه كفار. يعني احنا امه النبي هي اللي مثبته السماوات والارض. وهي اللي مخليه الشمس تشرق ومخليه تغرب ومخليه الارض ثابته. شو بتعرف قيمه الانسان الصالح وبركه المؤمن وبركه المسلم. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعه ويقال الله الله، والذي يقول الله الله هم المسلمون. فهمت ازاي؟ على الحقيقه. فيبقى اذا اجتمع المسلمون اجتمعت بركه كبيره، لان هم كلهم بركه. حتى العاصي منهم لو كشف نور ايمانه لغطى نور الشمس، ده العاصي منهم، فما بالك بقى الصالح اللي حافظ قرآن، المتواضع، اللي بيحب الخير للناس، هيبقى نوره ايه بقى؟ فهمت بقى؟ فلا تستهون ولا تستهين بأمة النبي، فهي أمة مكرمة، وكرامتها ليست لكونها من أهل الطاعة، بل لكونها من فضل الله، بلا سبب كده. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن الطاعة دي جعلها علامة بس على الفضل، وليست هي سبب فضل الله عليه. فضل الله علينا بمحض الفضل، فهمت بقى؟ كرامة لهذا النبي الذي اتبعنا صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خلف بن خليفة عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر فقال ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ الظاهر ساعة ما كانش الناس تخرج فيها، يا إما جو شديد الحر أو شديد الظلمة إذا كانت في الليل. قال الجوع يا رسول الله. روي الحديث أبي هريرة، يبقى دليل إن الحادثة دي حصلت بعد الفتوحات وبعد خيبر، وبعد يعني كان عندهم أموال وبيجوعوا لأنهم كانوا كثير الصدقة. ده يدلك على أنهم كانوا كثير التصدق، وأنهم كانوا لا يخزنون شيء في بيوتهم أول بأول يخلصوا. فكانت تمر عليهم أحوال لا يجدوا في بيوتهم شيء يأكلونه. ليه؟ لكثرة الصدقات. لأن في بعض الناس قال لك الحديث ده أصله قبل الفتوحات، لا يا سيدي، ده كان فتحة خيبر وكان بني النضير اتوزعت عليهم وبنوا قينقاع وكانوا عندهم وخدوا غنائم في بدر وخدوا. بدليل الراوي أبو هريرة اللي هو أسلم بعد فتح خيبر، سيدنا أبي هريرة. يبقى ده دليل انهم كانوا لا يكنزون في بيوتهم شيء ولا يدخرون شيء، وكانوا كثير الصدقه. والانسان اللي بهذه الحاله قد يمر عليه احوال لا يجد في بيته شيئا يطعمه. فهمت بقى؟ قال الجوع يا رسول الله. قال وانا والذي نفسي بيده لا اخرجني الذي اخرجكما. يبقى يجوز ذكر الحاله طالما لم يكن على سبيل الشكوى. يعني النبي قال انا كمان جعان،
مش على سبيل الشكوى والبذر، لا ده على سبيل المواساة بس. يعني انتوا جعانين، اه والله وانا كمان جعان معاكم، فهمت ازاي؟ وخلاص، مش على سبيل الشكوى من ضيق الحال والعياذ بالله، لان دي عادة ضعيف الايمان الذي لا يرضى بقضاء الله وقدره، فهمت بقى؟ يبقى يجوز ذكر حالة الانسان على سبيل المواساة لا على سبيل الشكوى والذكر. قوموا فقاموا معه، فاتى رجلا من الانصار. النبي عارف ان فيه ايه، واحد من الانصار بيته قريب، يسعد لو زاره النبي، وانه هو عنده ارض والارض دي فيها نخل والنخل بيبقى فيه ثمر، فاكيد عنده طعام. فايه النبي قال له خلاص تعالوا نروح لبيت فلان، كويس، مع ان فلان ده ما كانش عنده خبر ولا دعاهم قبل كده، دليل ان في نوع من ايه، من يعني من الادلال بين النبي وبين هذا ايه الانصاري، واخد بالك؟ اذا كان في بينك وبين بعض الناس نوع من الدلال والادلال، وتعلم انهم يسعدوا بزيارتك لهم بدون معاد سابق، فلا باس ان تفعل ذلك. وطبعا ما فيش سعاده تدخل قلب انسان قد ما يعرف ان ضيفه هو النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده برضو؟ حتى المصريين لما حد يزوره عزيز عليه يقول له ايه ده احنا زرنا النبي النهارده، لانه هو يعني اسعد حاجه في حياه المسلم ان النبي يدخل بيته، دي ما فيش اجمل من كده وامنيه لكل مسلم. فقاموا معه، فاتى رجلا من الانصار فاذا هو ليس في بيته، فلما راته المراه قالت مرحبا واهلا، فقال لا رسول الله، اين فلان؟ قالت ذهب يستعذب لنا من الماء، يعني بيجيب لنا ماء عذب نشربه. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. يبقى يجوز أن المرأة الأجنبية تكلم الرجال وتخبرهم بالحال، بحقيقة الحال، كلمتهم قالت لهم أنه مش موجود، ده بيعمل كذا، ورحبت بيهم وأدخلتهم. فيجوز إدخالها إيه من تعلم أن صاحب البيت اللي هو زوجها يسعد بإدخالهم، ما لم ينبني على دخولهم خلوة محرمة. كل دي أحكام تعرفها وتتعلم منه، فهمت بقى ازاي؟ فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال الحمد لله ما احد اليوم اكرم اضيافا مني. يعني اول ما جاب ابي التيهان، الانصاري ده اسمه ابي التيهان، الهيثم ابي التيهان، ابي الهيثم ابي التيهان، اول ما شاف بقى النبي عنده ابو بكر وعمر والنبي بقى قال يا سلام، فرح جدا، قال الحمد لله ما احد اليوم اكرم اضيافا مني. قال فانطلق فجاءهم بعذق فيه بصر وتمر ورطب. العذق اللي هو غصن النخله المتعلق فيه التمر، كالعنقود في العنب يسموه العذق، فجاب لهم العذق بحاله كده، واخد بالك؟ دل على انه قبل تحضير الطعام اذا جاءك ضيوف وعلمت ان فيهم اثر الجوع تقدم لهم حاجة يتصبروا بها حتى تعد لهم الطعام، دي كلها ادب، مش تسيبهم بقى قاعدين ملوعين وفين على ما يطبخوا، فاهم؟ يبقى من الادب انك انت تجيب لهم حاجة يتصبروا جاهزة كده، يتصبروا بها لحد ما ايه يعد لهم الطعام الاخر ويندب على النار براحته. كل دي اداب على فكرة تتعلمها من خلال الحديث، فتنعكس بعد كده ليك سلوك في حياتك. قال الحمد لله ما احد اليوم اكرم اضيافا مني. قال فانطلق فجاءهم بعذق فيه بصر وتمر ورطب. والبصر اللي هو ايه؟ التمر ايه قبل ما يتلون كده، وهو حديث اللون، واخد بالك؟ وفي كمان تمر يعني ملون وناضج، ورطب يعني كامل النضج، يعني كان جاب لهم جميع انواع التمر في العذق ده، فاهم؟ ده دليل الكرم. فقال كلوا من هذه، واخذ المدية، وبعدين خذ السكينة، فالنبي عرف انه رايح يذبح لهم ذبيحة بايه، بقرينة الحال. فقال له رسول صلى الله عليه وسلم اياك والحلوب، ما تذبحش شاة بتحلب، يعني اذبح شاة ما تكونش بتحلب، من باب النصح
حتى لا يتكلف فوق طاقته. فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا. فلما أن شبعوا يبقى يجوز الشبع على ألا يكون عادة، يبقى يجوز الشبع على ألا يكون عادتك إنك كل ما تأكل تشبع. العادة المفروض إنك أنت كل ما تأكل ما تشبعش، وتخلي الشبع ده أحيانا، فهمت بقى؟ لكن في ناس ده ما كانش يأكل مش يشبع، يمتلئ. يأكل امتلاك، وتبقى دي عادته على طول كده، فده لا غلط، دي ليست عادة المسلمين، فهمت بقى؟ عادة المسلمين إذا أكلوا لا يشبعوا، ولهم أن يشبعوا أحيانا، فهمت إزاي؟ أحيانا من باب إيه؟ الاستئناس، لما يكون بياكل مع الناس كده وفي ضيوف يقوم يشبع في الحالة دي من باب استئناس بالناس، ومن باب إيه؟ أن يأنس بهم ويأنسوا به. إنما لما غالب حاله إيه؟ كان النبي كان يقول نحن قوم لا نأكل إلا إذا جوعنا، وإذا أكلنا إيه؟ لا نشبع. وقال إيه؟ حسب ابن آدم لقيمات يقمن بها صلبة، فإن كان ولا بد فاعلا فثلث إيه؟ لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، عشان يبقى عنده نفس يعرف يقرأ قرآن بس ويصلي، مش يجي يقرأ صوته مش طالع، الأكل وصل لحد الحنجرة مش عارف يقرأ، فهم؟ فما ينفعش الطريقة دي. فلما أن شبعوا ورووا يعني إيه؟ يعني إيه؟ أخذوا حاجتهم من الماء، يعني هذه معنى إيه؟ ارتوى يعني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر والذي نفسي بيده: لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. يعني ربك هيسألك عن هذا النعيم، هل أديت شكره؟ وشكر النعمة أول حاجة فيها ألا تعصى بها، لأن الطعام ده هينبني عليه قوة في البدن، فتستخدم قوة بدنك في طاعة الله، إنما تاخد طعام وبعدين ينبني عليها قوة في البدن فتصرفها في معصية الله تبقى أنت كفرت بالنعمة. يبقى شكر النعم ألا تستخدم النعمة في معصية الله، فهمت إزاي؟ دي أول حاجة في شكر النعم. وعن أبي قال: وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو هشام يعني المغيرة ابن سلمة قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد قال حدثنا يزيد قال حدثنا أبو حازم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: بين أبو بكر قاعد وعمر معه إذ أتاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما أقعدكما ها هنا؟ قال: أخرجنا الجوع من بيوتنا والذي بعثك بالحق. ثم ذكر نحو حديث خلف ابن خليفة. وعن أبي قال: حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثني الضحاك ابن مخلد عن رقعة من رقعة من رقعة يعني من صفحة يعني مكتوبة يعني رقعة مكتوبة يعني عارض لي بها ثم قرأه علي قال أخبرناه حنظلة بن أبي سفيان قال حدثنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: لما حفر الخندق رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا، يعني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا يعني جوعا. عرفوا منين؟ لقى رابط الحجر على بطنه وهو بيرفع ايده بيضرب الصخرة، دليل ان النبي كان يخفي حاله. هم لما جاءوا لقوا صخرة كبيرة كدية كبيرة مش عايزة تتكسر، راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يكسرها، فالنبي رفع يده وضرب. فعندما رفع يده سيدنا جابر بن عبد الله شاف الحجر مربوط على ايه؟ على بطن النبي، فعرف ان دي النبي ما يعملش كده الا اذا كان مر عليه عدة ايام لم ياكل صلى الله عليه وسلم. طبعا تفتتت الحجر بضربة النبي وهو جائع، فما بالك لو كان شبعان؟ عشان تعرف النبي اوتي قوة من الله، كانت قوته بالله لا بالطعام ولا بالشراب صلى الله عليه وسلم. رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا فانكفأت إلى امرأتي. وعرف انت حديث ايه؟ لو توكلتم على الله حق توكلي لرزقكم كما يرزق الطير.
تغدو خماصا، اهي جائعة يعني، خماصا يبقى خمصا جائعا، تغدو خماصا يعني جائعة، وتروح بطانا يعني شبعان، فهمت؟ يبقى خمصا يعني جائعة. مهم انك تربط الاحاديث المختلفة بالالفاظ المهمة عشان تعرف معنى ده من معنى ده من معنى ده، وده نقطة مهمة حتى تربط الاحاديث كلها مع بعضها، فتتكون عندك صورة واضحة لمعاني الاحاديث من خلال الفاظها، لان المراد من اللفظ هو المعنى وليس هو نعين اللفظ، فهمت؟ فانكفأت الى امرأتي فقلت لها، انكفأت يعني معناه رجعت بسرعة، راح لزوجته سيدنا جابر، فقلت لها هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فأخرجت لي جرابا فيه صاع من شعير، ولنا بهيمة داجن، بهيمة داجن، شوف بهيمة بالتصغير يعني معناها شاة صغيرة كده، بهيمة داجن، داجن يعني ايه؟ في البيت، تقيم في البيت، داجنة يعني تقيم في البيت، لا تخرج للمرعى لأنها صغيرة. قال فذبحتها وطحنت يعني الشعير، ففرغت الى فراغي فقطعتها في برمتها، ثم وليت الى رسول الله. يبقى ساعد زوجته في اعداد الطعام، يبقى من حسن العشرة ان الزوج يساعد زوجته في اعداد الطعام. سيدنا جابر سبع هي تعجن وراح هو يذبح، فهو ذبح وقطع وهي ايه بتعمل الخبز، وبعدين بعد ما ابتدى بقى تحطها على النار راح للنبي يدعو صلى الله عليه وسلم. ثم وليت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. قالت له الاكل قليل يا جابر، ما تروحش بقى والنبي قاعد في وسط عدد كبير من الناس بصوت عالي كده تجيب لي كل الناس دي تفضحني، الاكل قليل يا جابر، فهمت؟ لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. قال فجئته فساررت فقلت يا رسول الله إنا قد ذبحنا بهيمة، شوف بهيمة يعني أكل قليل، علشان هو النبي قاعد هناك في الخندق وحوالي ألف واحد، إنا قد ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير، صاعا يعني بيقول له الكميات على زان يعرفوا إن الأكل قليل يعني، كان عندنا يعني ما عندناش غيره يعني، فتعال أنت ونفر معك، عدد كده بسيط يعني معك، على قد بقى اللي هياكلوا صاع من شعير وبهيمة دي يعني كتير قوي 10 مثلا. فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع لكم سورا فحيهلا. طبعا سيدنا جابر ممكن يغمى عليه هنا من الايه من الفزع، هو عارف اللي بيته ايه، ودول كلهم فحيهلا بكم، وسورا يعني معناه طعاما معد للايه للاكل من الناس، وهي كلمه فارسيه الا ان العرب كانوا يستعملونها، دل على ان النبي تكلم ببعض الكلمات اللي هي لغات عصري. سورا دي كلمه فارسيه، زي مثلا ان جابرا اعد لكم لانش، واخد بالك ازاي؟ يعني غد مثلا، فهمت ازاي؟ او اعد لكم سنيك، يعني اهو ما هي دي ما هي لغه غير اللغه، وادخلها النبي في وسط كلامه، يبقى ده جائز يعني، اما واحد يعمل كده ما تقولوش انك انت ليه يا اخي بتعمل كده، ما تسيبه يا اخي بالراحه بالرحمه، والنبي تكلم بعض الكلمات غير العربيه في وسط كلامه احيانا صلى الله عليه وسلم، زي سورا، وانت عارف ستنا زينب بنت ام سلمه، زينب بنت ابي سلمه وامها ام سلمه كانت ربيبه النبي في حجره وكان مربيها، واتولدت في الحبشه، ولما كبرت عرفت بعض لغات الحبشه لانها، فلما رجعت للنبي وكانت في حجره لابسه فستان جميل كده، فدخلت على النبي لابسه فستان جميل، فالنبي قال لها سناه سناه بلغه الحبشه يعني حسن حسن، كلمها بلغه الحبشه لان هي اتولدت في الحبشه وعارفه لغه الحبشه، والحديث قريناه على فكره. يبقى النبي ايه؟ تكلم ببعض اللغات احيانا في وسط كلامه، لا باس لا باس،
واخد بالك، وهي سنه حسنه. طالما لان المقصد من الكلام هو الافهام، وطالما الناس هتفهم خلاص تم المقصود. سيدنا ابي هريره كان عنده اسهال، اسهال يعني ايه؟ اضطر انه يدخل الحمام كتير رايح جاي، وعنده مغص، جاله نزله معويه، ونايم حاطط بطنه على الارض في المسجد ومتالم، والناس طبعا داخله طالعه، فالنبي عشان ما يحرجوش واخد بالك، ويقول له انت عندك اسهال يا ابو هريره قدام الناس كده، والناس حاجه تكسف يعني. فقام النبي قال له ايه؟ ايش كان بدرده؟ والحديث كده على فكره، ايش كان بدرده؟ يعني عندك الم في البطن باللغه الفارسي، واخد بالك؟ والحديث وارد بهذا اللفظ حتى لا يحرجه، فهمت ازاي؟ يبقى وارد هذا، ويبقى النبي كان يتكلم لغه عصره صلى الله عليه وسلم، وبالرغم انه امي لا يقرا، ودي من ضمن معجزاته صلى الله عليه وسلم. يبقى كلمة سورا دي كلمة فارسية استخدمها النبي، وهي معناها طعام معد للجموع. فحيهلا بكم. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينتكم حتى أجيء. النبي عرف إن كمية بسيطة، فقال للجابر ولقى مخضوض كده وش اصفر، قال له يا جابر ما تخبزوش ولا تعجنه ولا تنزل حاجه من البرمه تغرف الا لما اجي لك الاول، فهمت ازاي؟ لان النبي بقى هيباركها صلى الله عليه وسلم. وده من علامات نبوتي، ان النبي زاهد الى طعام قليل ويعلم ان الله يكثره ببركاته. فدي تعتبر معجزه، لان المعجزه لا تكون الا على سبيل التحدي، مش كرامه، الكرامه تفاجئ الانسان، لكن المعجزة تبقى مترتبة، فهمت بقى؟ فدي معجزة. حتى أجي، فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت بك وبك. يعني ايه اللي جرى لك ده؟ هي شايفة النبي جاي وراه ناس وجابر جالها، فقالت تقول له بقى يعني خيبك، مش انا قلت لك وهتكسفنا وهتعملنا كلام بقى الحاجات دي، قال ايه؟ فهو قال ايه يعني خسارك بك او بك، واخد بالك؟ فقلت قد فعلت والله، يعني قلت بالراحه قد فعلت الذي قلت لي. فاخرجت له عجينتنا فبصق فيها وبارك، ثم عمد الى برمتنا فبصق فيها وبارك، ثم قال ادعي خابزه فلتخبز معك بقى، يعني هاتي واحده من جيرانك يساعدوك بقى لان مش هتلحق. واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها، يعني اغرفي من البرمه وما تنزليهاش من على يعني مش تمسك البرمه تروح قلبها كده، اغرفي وخليها زي ما هي. وهم الف، كان عددهم الف، فاقسم بالله، ده سيدنا جابر بيقول اهو، لاكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وان برمتنا لتغط كما هي، بتغلي يعني لسه فيها اكل، وان عجينتنا او كما قال الضحاك لتخبز كما هو. وعن ابي قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك بن انس عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول قال أبو طلحة لأم سليم قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع. دي أحداث أخرى. فهل عندك من شيء؟ فقالت نعم، فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببعضه ثم ارسلتني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لفت له شو كم قرصه كده في ايه؟ في قطعه قماش، وبقيه القماشه دليل انها مش كتير، راحت ايه؟ لفها حوالين سيدنا انس وحطتها من جوه هدومه عشان ايه؟ ما حدش يشوفها يعني، من قلتها يعني. ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببعضه ثم ارسلتني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو قام بقى مش عايز يتكلم والنبي قاعد قدامه الناس وعارف ان معاه طعام قليل،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ النبي قال له على طول، عرف هو معاه من غير ما يقول، ودي علامة برضه من علامة نبوته صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت نعم. فقال: ألي طعام؟ فقلت نعم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لمن معه: قوموا يلا عشان نأكلكم بقى. اللي جايبه أنس. أنس كان عنده 10 سنين، يعني عارف عيل 10 سنين لما يشيل حاجة بسيطة مخبيها جوه هدومه، دليل إنها حاجة كمية بسيطة جدا. ما كانش راجل كبير يعني مثلا. ده كان عيل كده. فيعني دليل هي 3 4 أقراص كده حاجة، والحكاية بسيطة. قوموا. قال: فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته. أبو طلحة ده زوج أمه. فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم. ده الأدب بقى، فوضت الأمر لله بقى. ده الأدب، مش تقول يا خرابي يا حزني هعمل إيه، مش كده. فهمت إزاي؟ سلمت الأمر لله، فاللي يفوض الأمر لربه واخد بالك تحصل البركة. قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم. قال: فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو طلحة راح طالع بقى عشان يقابله، يعني إيه يقابله قبل ما يوصل للبيت، يعني يبقى إيه من باب حسن العشرة استقبال الضيف على مشارف البيت، مش تستنى ما يخبط وتقوم بالتكاسل مين لا، يعني من الأحسن أنك أنت تقابله على مشارف البيت. كل دي أداب على فكرة، طول ما أنت بتقرأ الحديث تتعلم الأدب. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه حتى دخل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أمي ما عندك يا أم سليم؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت، كسروه الأول، عملوا زي فتة كده كسروه. وعصرت عليه أم سليم عكة لها، والعكة عبارة عن قربة صغيرة بتتخذ وعاء للسمن أو للعسل، دي العكة. فأدمته يعني خلته إدام، يعني غموس مع إيه هذا الإيه الطعام، يعني مع هذا الخبز يعني. ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله، يعني النبي دعا دعاء هو ما سمعوش في الطعام، ما شاء الله أن يقول. ثم قال: إذا لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: إذا لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: إذا لعشرة، حتى أكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 رجلا أو 80. يبقى دي كلها معجزات بينة، وعشان كده النبي كان يقول للصحابة: كيف تكفرون وأنا فيكم، صلى الله عليه وآله وسلم. ونقف عند هذا الحد ونكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أكرمكم الله.